السلطات الكولومبية تؤكد نجاة 6 أشخاص من حادث تحطم الطائرة. ومجلس النواب يشكل لجنة تقصي حقائق عن أزمة الدواء. موجز 10 من النهار اليوم، أحييكم. دعا وزير الخارجية الفرنسي لاجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن الأوضاع في حلب. ميدانيا فقد مقاتل المعارضة السيطرة على ثلث الأراضي التي كانوا يسيطرون عليها شرق حلب، وهي الخسارة الأكبر للمعارضة منذ سيطرتهم على الأجزاء الشرقية من المدينة. أكدت السلطات الكولومبية نجاة 6 أشخاص من حادث تحطم طائرة كانت تحمل على متنها 72 شخصا بينهم لاعبو فريق برازيلي لكرة القدم، بالإضافة إلى 9 من أفراد طاقمها. وقالت إدارة المطار إن الطائرة أقلعت من بوليفيا دون أن تشير إلى سبب الحادث وعدد الضحايا. وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن أعضاء نادي تشابيكوينسي ريال كانوا على متن الطائرة، مضيفة أن الفريق كان سيلعب نهائي كوبا أمريكا للأندية أمام أتلتيكو ناسيونال الأربعاء في ميدلين. قالت شركة يونايتد إيرلاينز الأمريكية للطيران إن طائرة تابعة للشركة كانت في طريقها إلى طوكيو أصيبت بعطل في أحد محركاتها بعد وقت قصير من إقلاعها، وهبطت في مطار سان فرانسيسكو بسلام. وأوضحت المتحدثة باسم الشركة إن الطائرة من طراز بوينغ 747 ولها 4 محركات كانت تحمل 202 راكب و15 من أفراد الطاقم، فيما لا توجد تقارير عن إصابات نتيجة ما حدث. قالت شرطة جامعة أوهايو بالولايات المتحدة إن منفذ الهجوم على حرم الجامعة كان طالب سابقا يدعى عبد الرازق علي أرتان ومن أصل صومالي. وأضافت أن التحقيق لم يستبعد أي فرضية في الهجوم وإن كانت ترجح أن يكون عملا إرهابيا. كان منفذ الهجوم وفقا للتحقيقات الأولية قاد سيارته ودهس بعض الضحايا ثم طعنهم بسكين قبل أن تتمكن الشرطة من قتله. أعلنت وزارة الدفاع الكندية مصر قائد طائرة حربية من طراز CF-18 أثناء عملية تدريبية بإقليم البارتا غربي البلاد، وأكدت أن الحادث وقع قرب منطقة كولد ليك حيث توجد قاعدة فور وينج كولد ليك والتي تستخدم لتدريب الطيارين المقاتلين. يذكر أن المنطقة نفسها شهدت يوليو الماضي تحطم طائرة عسكرية ومقتل قائدها خلال عرض جوي. قالت قيادة عمليات نينوى إن عدد الأحياء المحررة من قبضة تنظيم داعش الإرهابي شرقي مدينة الموصل وصلت إلى 23، وأضافت في بيان أنه تم تطهير كافة الطرق والمباني في القي والأحياء المحررة وأن عناصر التنظيم الإرهابي فروا منها بشكل كامل، وأكدت أن الجيش العراقي سيواصل تحرير باقي الأحياء في المدينة والتي يبلغ عددها 65. أقر المجلس السياسي الذي شكلته ميليشيات الحوثيين وأنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح تشكيل حكومة لإدارة المحافظات الخاضعة لسيطرتهم في اليمن. وأسندت حقائب الدفاع والداخلية والخارجية لأنصار صالح، فيما أسندت وزارة المالية والخدمة المدنية والتخطيط والتعاون الدولي لجماعة الحوثي، إضافة إلى حقائب التربية والتعليم والإعلام والعدل والشؤون القانونية. أظهرت بيانات إيطالية رسمية أن عددا قياسيا من المهاجرين وصل إلى البلاد بالقوارب من شمال أفريقيا عام 2016 مع تزايد الضغط على أنظمة اللجوء والإيواء في البلاد. وقالت وزارة الداخلية إن 171,292 مهاجرا وصلوا إلى سواحل إيطاليا مقارنة مع الرقم القياسي السابق البالغ 170,100 طوال عام 2014. وفي السنوات الثلاث الماضية سجل
احتلت إيطاليا وصول نحو نصف مليون مهاجر فر كثير منهم في الحرب والفقر. نظمت أحزاب المعارضة في الهند مظاهرات في أنحاء البلاد احتجاجا على قرار الحكومة المفاجئ بإلغاء تداول ورقتين نقديتين. وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء إن ورقتي البنكنوت من فئة 500 وألف روبية حوالي 7.15 دولار ستصبحان بلا قيمة، وتسببت هذه الخطوة في وقوع أزمة سيولة وفوضى واسعة النطاق، حيث اصطف المواطنون أمام البنوك لتغيير الورقتين القديمتين. أكد رئيس الوزراء شريف إسماعيل حرص الحكومة على سرعة الانتهاء من مراجعة قانون الاستثمار في شكله الجديد مع دراسة كافة الملاحظات والمقترحات الواردة من عدد من الجهات. جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، حيث شدد على أن القانون الجديد يصب في صالح تحقيق برامج الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة خلال هذه المرحلة. قرر مجلس النواب تشكيل لجنة تقصي حقائق عن أزمة الدواء برئاسة رئيس لجنة الشؤون الصحية وعدد من أعضاء اللجنة. وقال علي عبد العال رئيس المجلس إن تشكيل اللجنة الخاصة يأتي وفقا للائحة مجلس النواب مع إعداد تقرير عن هذا الموضوع يعرض على المجلس. وأخيرا إلى الطقس، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر اليوم طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا على معظم الأنحاء. كما تتوقع الهيئة أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد متكاثرة على الوجه البحري والقاهرة، يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة هناك، وتسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة 23 درجة والصغرى 12 درجة. ختام الموجز وإلى العناوين. فرنسا تدعو لاجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن الأوضاع في حلب. السلطات الكولومبية تؤكد نجاة 6 أشخاص من حادث تحطم الطائرة. ومجلس النواب يشكل لجنة تقصي حقائق عن أزمة الدواء. شكرا للمتابعة، في أمان الله.